فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. وإن لم رحمه الله ما يترك فرصة تمر إلا وينبه عليها، وإن لم تكن داخلة في صلب الموضوع، في صلب الموضوع الذي يتكلم عنه. فهذه المسألة ليست من صلب موضوع التشبه، نعم، لكن يقتضي الحال أنه ينبه عليها لأنها مهمة جدا. فمسألة الإيمان ليست بالمسألة السهلة التي تترك ويقال فيها خلاف أو ما أشبه ذلك، لأن هذه هي الدين. نعم. قال: وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان. نعم، الأعمال من حقيقة الإيمان، ولكن ليس معنى ذلك أن من ترك شيئا من الأعمال يكون كافرا. من ترك العمل نهائيا هذا كافر. من ترك العمل نهائيا فهذا كافر، إلا إذا كان معذورا في تركه، كأن يسلم حديثا ويقتل أو يموت بدون أن يتمكن من العمل، فهذا مؤمن ويدخل الجنة. وكونه لم يعمل شيئا لأنه معذور، لم يتمكن من العمل. أما من ترك بعض الأعمال فهذا فيه تفصيل، منها ما يكون كفرا ناقلا من الملة، كترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ولو لم يجحد وجوبها. ومن الأعمال ما يكون تركه نقصا في الإيمان، نقصا في الإيمان وليس كفرا يخرج من الملة، بل يكون كفرا أصغر، يكون كفرا أصغر. كما سبق أن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام يكون كفرا أكبر، وإذا جاء منكرا يكون كفرا أصغر. فالأعمال تختلف، منها ما يزول الإيمان بزواله بالكلية، ومنها ما يزول كماله الواجب أو كماله المستحب، كماله الواجب أو كماله المستحب. وهذا خلافا للخوارج الذين يقولون إن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقا، فلذلك يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، بناء على مذهبهم الباطل أن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقا بدون تفصيل. والكتاب والسنة دل على التفصيل في الأعمال، وأن منها ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما يكون كفرا دون كفر. فينبغي الفقه في هذا الأمر، وهذا أمر عظيم يجب التفقه فيه، لأن كثيرا من الناس وقع في الخطأ من جهله بالفقه في الدين والفقه في العقيدة والتبصر فيها ودراسة منهج السلف الصالح والأئمة الذين طرقوا هذا الباب طرقا وافيا وبينوه، لأنهم ابتلوا في وقتهم بهذه الفرق، فالله جل وعلا أقدرهم على بيان الحق ورد الباطل، فنحن نسير على منهجهم وعلى طريقتهم في ذلك.